السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. محطات ومواقف مفصلية للمرجعيات الدينية في نصرة القضية الفلسطينية، ونتحدث هنا اللي بقيت أولوية مركزية على امتداد السنوات ومحطات المعاناة والتي شهدتها الأمة الإسلامية والعربية معا. ففي دائرة الأولوية ظلت قضية فلسطين محورية الاهتمام، ولم يشغلها تبدل أحوال المنطقة التي شهدت هزات عنيفة وأحداث مريرة، وهذا دلالة قاطعة على بقاء هذه القضية بتلك الأهمية منذ احتلال الكيان. وكان شغل العديد من الحكام سابقا وحاليا جعلها أمرا واقعا لا بد من التسليم به، ولكن الدعم اللامتناهي لحق الشعب الفلسطيني في أرضه جعلها سببا لهذا التعاطي وبالدلالة الموثقة. نتحدث في الملف الآخر عن الرسائل الصادرة لدعم فلسطين المحتلة وغزة المحاصرة، كان التعاطي بهذه الدلالة الموثقة. كان بيان مكتب المرجع آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف متساوقا مع هذه القضية ودعمها حول مآلات الأحداث واستخدام الاحتلال أبشع أدواته في حرب ضد قطاع غزة، فالوضع الإنساني لا يزال يسجل مؤشرات قاسية، وهذا طبعا أمام أنظار المجتمع الدولي الذي يتجاهل حد التمايز بين الجرائم، وأن العالم مدعو لأن يكون له موقف مما كانت حصاد الأرواح الإسرائيلية اللي قتلت بوحشية شعب فلسطين منذ عقود، فالمعاناة لا تزال مستمرة. مشاهدي هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. ما هو واجبنا تجاه انتفاضة الأقصى وانتفاضة الشعب الفلسطيني؟ يجب هنا على المسلمين أولا أن يقفوا إلى جانب الفلسطينيين في الجانب المعنوي، ويؤكدوا على هذه التعبئة الروحية المعنوية التي تمثل العنصر الأساسي في تحقيق هذا النصر. هذه قضية مهمة يجب على جميع المسلمين، وثانيا يجب عليهم أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني في أقل ما يمكن من الواجب، هو مقاطعة الشركات المؤيدة للكيان الصهيوني. حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين في الاستوديو سماحة الشيخ حيدر اللامي عضو ائتلاف دولة القانون. أهلا ومرحبا بحضرتك سماحة الشيخ، وكذلك ينضم معنا بالصوت والصورة من النجف الأشرف الشيخ منير الطريحي أحد العلماء المبلغين في أوروبا. حياكم الله سماحة الشيخ. أبدأ مع حضرتك شيخ حيدر، رغم مرور الأمة العربية والإسلامية بأحداث مفصلية في تواريخ انقلابات نظم مستبدة حروب فكرية وصولا إلى التطبيع مع الكيان، لكن ما زالت قضية فلسطين بذات مكانتها وأهميتها عند المراجع الدينية
منذ اغتصاب الأرض، نتحدث عن دلالة هذا الاهتمام اللي لم ينقطع بمرارة الأحداث. وحضرتك لاحظ جنابك أنه ترتدي هذه الكوفية اللي تحمل القدس وخارطة فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليك وعلى ضيفك سماحة الشيخ المحترم وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات. بداية أحيي الشعب الفلسطيني الكبير العظيم والمقاومين، وكذلك أترحم على جميع الشهداء من المقاومين ومن المدنيين والشيوخ والنساء والأطفال، وأدعو الله جل وعلا أن يتغمدهم في نعمته ويجعلهم في مصطاف شهداء آل محمد، إنه سميع الدعاء. أحسن. واقعا اليوم نتكلم عن أمر مفصلي إلى هو قيادة الأمة الإسلامية وكيف تعاملت مع هذا الملف الحساس المركزي الكبير، ولا أريد أن أذهب بعيدا بل أذهب إلى ما رآه وشاهده بأم عينه وسمعه هذا الجيل، عندما كان الإمام الخميني الراحل الكبير أسس إلى أن يكون هناك واقع حقيقي للدفاع عن فلسطين، ألا وهو الجمعة الأخيرة من كل شهر رمضان، وجعلها هذا جعل هذا يوم القدس العالمي. كذلك أكد على تحرير فلسطين وعبر عن الكيان الإسرائيلي الغاصب المؤقت بالغدة السرطانية الصفراء التي يجب استئصالها. ولا أريد أن أطيل لأنك أحتاج إلى عدة برامج عن الإمام الخميني وما قدمه لفلسطين وما واجه من مواجهات كبرى أمام هذا الكيان الغاصب. كذلك الإمام المغيب السيد موسى الصدر أعلى الله مقامه في الآخرة كما أعلاها في الدنيا، كان يعبر عن الكيان الإسرائيلي الغاصب بأنه شر محض، لا يوجد من هذا الكيان إلا الشر. وكذلك من أرض النجف كان السيد محمد صادق الصدر أعلى الله مقامه في الآخرة الشهيد الكبير كما أعلاها في الدنيا، كان يقول في كل خطبة كلا كلا أمريكا، كلا كلا إسرائيل، وكان يذكر الجميع بأن هذا إسرائيل هي هذا الكيان زائل لا محالة. إلى أن نصل إلى المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني أدام الله ظله الوارف، أبونا الكبير، إنه كان دائما ولا يزال همه الأول هو قضية فلسطين. حتى عندما التقى ما يقارب أكثر من سنتان البابا عندما وصل إلى المرجعية الدينية العليا وجلس مع سماحة السيد، كان كلام سماحة السيد الشعوب المظلومة المضطهدة المحاصرة لا سيما فلسطين المحتلة، عبر عنها فلسطين المحتلة. أنا أذكر أنه قرأت إلى أحد مدراء الموساد في التسعينيات قال على الجميع في الموساد أن يقرأ كلمة السيد علي السيستاني كونها تمثل صواريخ لا صد لها، هذه الكلمة فهي كلمة كبيرة. اليوم سماحة السيد يعبر عدة تعبيرات مهمة وكبيرة، وهذه فيها قراءات كثيرة لسماحة السيد. طيب، كونها توازي هذه الكلمة، كونها توازي فتوى الثورة العشرين وتوازي الفتوى الكفائي الجهاد الكفائي، وإن شاء الله نقدم في البارتنة. طيب، خلينا أرحب مجددا بالشيخ منير الطريحي، حياك الله سماحة الشيخ، ونتحدث عن هذا التماسك من قبل المراجع الدينية. يعني هو نتاج المنظومة الفكرية الإسلامية اللي تحث دوما على محاربة الظالمين وفلسفة استراتيجية إنصاف المظلوم، أهمية هذا التماسك للقضية الفلسطينية في هذا الوقت الحساس سماحة الشيخ. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك وعلى ضيوفك وعلى المستمعين جميعا. قال تعالى في محكم كتابه الحكيم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، صدق الله العلي العظيم. في هذا المضمار وبالذات أذكر قضية في السبعينات، وأنا كنت طالب أدرس في الحوزة
وقد زار النجف هاني الحسن وأقيم له احتفال ضخم في أعظم وأكبر جامع في النجف وهو جامع الهندي. وفي هذا المكان قرأت أولا صار استقبال رائع جدا وحضور لافت من الحوزة العلمية والعلماء والمجتهدين. وفي هذا الاحتفال كدليل على قولكم التماسك الموجود بالنسبة للمرجعية وعملية الوقوف بكل الإمكانيات مع القضية الفلسطينية، أتذكر هنا قرأت كلمات المراجع في النجف. نعم. كلمة المرجع الأعلى في وقتها السيد الخوئي، وكلمة الإمام الخميني رضوان الله عليه، وكلمة السيد الشهرودي، وقد أوكلت إلي كلمة الحوزة العلمية أن ألقى كلمة الحوزة العلمية لاستقباله وللدفع بالنسبة للقضية الفلسطينية. وفي هذا الإطار أفتت المرجعية بجواز إعطاء قسم من حقوق الزكاة للقضية الفلسطينية، وهذا دليل على الاهتمام الموجود. طيب. بالنسبة للحوزة العلمية وللمرجعية في النجف قضية الأشرف مهمة جدا، يعني بعض المراجع مثل ما تفضلت حضرتك. نعم. مثل السيد محسن الحكيم قدس الله سره أكد على الجانب العقائدي، وأيضا مثل ما تفضلت أجاز دفع الأموال الشرعية والزكاة لإسناد العمل الجهادي وجواز المشاركة في الجهاد ضد الصهاينة. كان أكو تطبيق عملي لتوجيهات المرجعية الدينية في هذا الإطار؟ قاعد أكمل بعدين أرجع للسيد، لأنه في ذاك الوقت كان السيد ما موجود رضوان الله عليه. نعم. السيد الحكيم. لكن السيد الحكيم كان مهتما بالقضية في كل القضايا العربية. نعم. بالنسبة للعدوان الثلاثي، بالنسبة للقضية الجزائرية، وبالخصوص القضية الفلسطينية كان اهتمامه منصبا على ذلك، ولذلك كانت هاي تعتبر من أولياته. وكان كدليل على هذا الاهتمام كان يبعث بولده السيد مهدي الحكيم رضوان الله عليه للحضور في المؤتمرات التي تقام للقضية الفلسطينية كقضية مهمة تهم الشعب العراقي أولا، وتهم الأمة العربية، وقضية المظلومية لهذا الشعب المظلوم. ولذلك هذا الاهتمام يدل دلالة كبيرة على أن النجف ومرجعية النجف لها توجه خاص بالنسبة للقضية الفلسطينية واهتمام كبير، ولذلك هؤلاء يعرفون هذا المعنى. وأيضا إذا أنا أذكر لكم قضية أخرى، أتذكر مرة كنت في الباكستان، كنت أدرس هناك، وأقيم احتفال بمناسبة مرور كذا سنة على تأسيس منظمة فتح، وحضرت في هذا الاحتفال، وكان الحضور فيه كثير من العلماء والمفكرين وسفراء الدول المختلفة الذين يناصرون القضية الفلسطينية. حينما انتهى المؤتمر أنا ذهبت وتكلمت مع السفير، هذا في زمن النظام البائس، زمان صدام المجرم، فذكرت له وبدأت أتكلم عن قضية فلسطين وعن مساندة الشعب. قال نحن نعلم أن أكثر من يساند قضيتنا، هذا كلام السفير، هم الشيعة في العراق، ونعرف أن علماء الشيعة هم يدعمون القضية الفلسطينية دعما مباشرا وبأشكال مختلفة. وهذا طيب. دليل على أن هؤلاء كانوا يحسون بأن المرجعية والحوزة العلمية لها توجه كبير بالنسبة. طيب. لهذه القضية الأساسية والمهمة. طيب، في نقطة وجزئية مفصلية جدا أيضا سمحت الشيخ حيدر اللامي، شاه إيران في مدة حكمة اعترف بإسرائيل كدولة وعضد من تعاون بلاده مع الكيان، لكن بمجرد انتصار الثورة الإسلامية سريعا ذهب طهران لإلغاء هذا الاعتراف، بل أصبحت الدولة اللي يضرب بها المثل في نصرة القضية الفلسطينية وأوضحت يوم القدس وغيرها من هذه مسارات الدعم. كيف محت إيران أخطاء الشاه سريعا؟ واقعا يعني المرجعيات الدينية في قم المقدسة وفي المشهد المشرفة كانت رافضة لهذا التوجه، وكان هناك عداء كبير بين حكومة المقبور الشاه والمرجعيات الدينية، وحتى هناك أحزاب أخرى كانت رافضة لهذا التوجه. فشعب الجمهورية الإسلامية من متدينيه أو من الذين بعيدين حتى عن التدين كانوا رافضين لهذا التوجه، كون هذا التوجه لا يمثل
التوجهات الشعب الإيراني أو حتى القومية الإيرانية. لذلك كان هناك ظلم وحيف كبير وقع على الشعب الإيراني عندما انبثقت الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني أعلى الله مقامه في الآخرة كما علاها في الدنيا. كان هناك توجه كبير للشعب الإيراني برمته، المتديني، حوزاته العلمية، جامعاته، رفض هذا العمل ورفض السفارة الإسرائيلية بل حتى الأمريكية التي كانت هي الفاعل الرئيس في هذا الأمر. الجمهورية الإسلامية أصبحت المنار الأول في قضية القضية الفلسطينية، وأكبر دليل عندما كانت القضية الفلسطينية مسيطرة عليها بفعل فاعل من قبل العرب، لم يكن للأخوة الفلسطينيين ومجاهدين الفلسطينيين إلا الحجارة. حتى عندما كان يستشهد المقاوم كان يوثق بيده الحجارة عندما يأتي يوم القيامة وحجارته بيده. لكن بعد ذلك عندما تبنت المقاومة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية تبنت قضية المقاومة الفلسطينية وأعطتها الحرية الكاملة في اختيار عقيدتها، أنه لم تضغط عليها في قضية عقيدة، لا، بل كان لدينا عداء خاص مع هذا الكيان الغاصب الجاثم على صدور المسلمين في هذا المكان المقدس. أعطتهم القوة والمعرفة وجميع ما يحتاجه المقاوم من صواريخ ومن أسلحة ومن كل الأمور اللوجستية التي يحتاجها. لذلك بدأت طيب. إسرائيل تتضح، الكيان الإسرائيلي بدأ يتضح إنه الإعلام العربي الذي أحسن. جعل الدبابة المركبة التي لا تخترق، جعل الطائرة الإسرائيلية، جعل الموساد القنبلة الحديدية التي بدأت فيها كذوبة كبيرة. أحسنت. لذلك عندما صرح المجاهد الكبير البطل حفظه الله السيد حسن نصر الله عندما قال للجميع وكشف عن الكيان الإسرائيلي، قال كبيت العنكبوت، اليوم اتضح هذا الكلام بشكل جلي وواضح لجميع العالم وأولهم أمريكا، وكذلك للموجودين المستوطنين من الإسرائيليين. حقيقة واقعا أنه السيد حسن نصر الله كلامه واقعي، كبيت عنكبوت انهار انهيارا تام، ولا زال الجميع متفاجئ من الإعلام الكاذب ومن الكلام الصادق لهذا الرجل الذي ينهل من فقه وآلية فهم الآلة العسكرية من آلة محمد. فاليوم الكيان الإسرائيلي الغاصب هو تحت المطرقة، تحت مطرقة المقاومة، يئن. لذلك جعل كل غضبه في المدنيين، على الشيوخ، على النساء، على أطفال، يضايق هؤلاء الناس من خلال قطع الماء والكهرباء والدواء. لهذا ما يدل إلا عن ضعفه وعن وهنه، وإنه بيت عنكبوت حقيقي. فعلى الأخوة العرب، وأنا لا أظن بهم خيرا القادة العرب، بل أظن الخير بالشعوب العربية، إنها تنتفض من أجل أهلها وأبناء جلدتها وأخوانهم المسلمين. نعم. في الوقوف مع غزة ومع فلسطين المحتلة، كون أنه اليوم طيب سماحة آية الله العظمى سيد علي السيستاني قالها واقعا، قالها بالقلم العريض، ساعدوا أخوانكم، قفوا مع أخوانكم. طيب. فلسطين يجب أن تتحرر، كلمة عظيمة وكبيرة. أحسن. لا أمان للمنطقة إلا بتحرير فلسطين. طيب. وهذه كلمة فيها الكثير من الكلام. هذا الكلام العميق، بالإضافة إلى كل ما تفضلت به حضرتك سمحت الشيخ منير الطراحي، كان للسيد محسن الحكيم والسيد الخميني وشهيد المحراب طيب الله ثراهم اشتغالات كبيرة في المحافل الدولية للتعريف بالقضية الفلسطينية وأحقية الشعب الفلسطيني بأرضه، وجنابكم كأحد المبلغين في أوروبا، ما هي أصداء هذا التعريف؟ هل هي باقية لحد الآن؟ احنا أريد أن أثبت نقاط. تفضل. أن الجمهورية الإسلامية أول دولة ولحد الآن
لا توجد سفارة تسمى درجة الدبلوماسية درجة السفارة أعطتها إلى فلسطين، فغيرت اسم سفارة إسرائيل إلى سفارة فلسطين في طهران. هاي قضية. البعد الآخر أن قضية فلسطين لم تكن منحصرة في الداخل فقط على الشعب الإيراني، بل لها أصبحت لها منطلقات خارجية، وهذه المنطلقات تتمثل في أن في كل سنة في الجمعة الأخيرة من رمضان كما نعلم تخرج مظاهرات بالآلاف، وفي بعض الدول بعشرات الآلاف ومئات الآلاف في مختلف دول العالم، كلها تنادي بقضية فلسطين وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتنادي بإسقاط الاحتلال وعودة صاحب الأرض إلى أرضه. وهذا اللون لم يلتزمه أحد إلا الجمهورية الإسلامية. النقطة الثالثة أننا كنا نشاهد السفرات المتوالية للشهيد العظيم سليماني رضوان الله تعالى قاسم سليماني، وكيف كان يتواصل مع هؤلاء، وقد سمعت من كثير من هؤلاء الفلسطينيين في لقاءات لهم وفي لقاءات تلفزيونية ومقابلات يقول أن إيران تختلف عن بقية الدول الأخرى. قالوا بماذا؟ قال أن بقية الدول أحيانا حينما تقدم لنا عونا أو سلاحا أو مالا تشترط علينا شروط، أما الجمهورية الإسلامية حينما تقدم لنا شيئا لا تطلب منا أي شيء، فقط تريد إسقاط هذه الدولة المحتلة. وهذا دليل على أن هم العلماء وهم الجمهورية الإسلامية بالخصوص همهم هو نصرة هذا الشعب المظلوم وإعطائه استحقاقاته الأصلية. النقطة الأخرى بالنسبة لمرجعية النجف المتمثلة بالمرجع الأعلى السيد السيستاني روح فداه، هذا الرجل تعرفون أن حينما جاء الباب كان يحمل مشروعا عملية تذويب القضية الفلسطينية بالخصوص، ولكن كأن هذا الرجل كان عنده إلهام المرجع الأعلى عنده، فطرح أول شيء وأكد على القضية الفلسطينية وأنه لابد من حل هذه القضية بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الحقيقية، وأن فلسطين هي للفلسطيني. نعم. للفلسطينيين، ولذلك غير الفكرة التي كان يحملها الباب عندما جاء، وأصبحت القضية بالعكس نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف مع هذا الشعب الفلسطيني. ولذلك هؤلاء ما كانوا يتصورون أن علمائنا ومرجعياتنا وحوزاتنا العلمية عندهم هذا اللون من التصور وهذا التطلع للقضية الفلسطينية ولقضايا العالم بشكل عام. هذا النوع من التطلع خلاهم يستغربون. وأنا سمعت يقول حينما خرج الباب من بيت السيد الله يحفظه في الطريق كان يتمتم فيما بينه وبين نفسه، فسأله المترجم ماذا تقول؟ قال رجل عظيم، إنه رجل عظيم، إنه رجل عظيم. ولذلك عندما عقد أول مؤتمر في الطائرة حينما ركب كان يتكلم عن السيد السيستاني بقضايا نحن كشيعة وأتباع يمكن لا نتكلم عنه كما هذا الرجل، وطبيعة الحال هذا الرئيس ليس رجلا عاديا، يمثل ملايين، وإن دل هذا على شيء فيدل على أن مرجعيتنا مرجعية واعية ومرجعيتنا عندها ثوابت، ومن أوائل ثوابتها البيت المقدس، بيت الذي يعتبر القبلة الأولى للمسلمين. ولذلك يعتبرون أن كل ما يقدم لهؤلاء لهذا الشعب من سلاح ومن مال ومن نصرة ومن وقوف ومن إعلام إنما هذه قضية ليست فقط إنسانية بل قضية وجوبية، ولذلك لا بد أن يكون هنالك تحرير لهذه القضية. وهذا الذي حرض أيضا دول أخرى، لذلك نلاحظ الأخوة الحوثيون في اليمن لهم نعم. هذا الموقف الشجاع، قالوا إذا دخلت أمريكا وضربت فلسطين فإننا حاضرون بتسيير الطائرات المسيرة وأنواع الأسلحة المختلفة، فمعنى ذلك هذا إنما كله حصل نتيجة لهذا الاندفاع وهذا الدفع الذي قام أو يقوم به علماؤنا ومجتهدونا ومراجعنا. طيب. وكل ذلك من أجل إقامة الحق
وإرجاع الحق إلى أهله، وإقامة الدولة الفلسطينية، وإزالة العدوان الذي هو مسلط بالقوة على هذا الشعب. طيب، ولا بد لنا من الانتصار، لأننا نعرف قوله تعالى حينما يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. هذا قانون إلهي، هذا أولا، وهذا وعد إلهي، وهذه قضية سماوية رسمت لأهل الأرض لا يمكن أن تتخلف، لأن وعد الله إن الله لا يخلف وعده. غايته هنالك مصالح إلهية في عملية انتصار وفي عملية نصرة هذا الشعب، ولكننا نحن معتقدون أن النصر سيكون حليفهم، وأن هذه الدولة لابد أن تزول، وأن يوم النصر قريب إن طيب. شاء الله بعونه. زالت هذه الغدة السرطانية اللي تحدث بها سماحة الشيخ منير الطريحي. هنا نتحدث شيخ حيدر، يعني هل يعتبر أو تعتبر هذه الإزالة هي عامل يعيد جمع الأمة حول محاور مصيرية بعد أن أخذت أو أخذ الشتات منها الشيء الكثير؟ على الأمة الإسلامية أن تعي أنه ليس من الممكن أن تتوحد إلا تحت لواء المرجعية الدينية. كون أنه كثير من الدول التي هي تحيط بفلسطين المحتلة المغتصبة هم يعني أصلا لديهم علاقات كبيرة وواسعة مع الكيان سرا وعلنا ومع من وضع هذا الكيان، لذلك لا نعول على هؤلاء، نعول على الشعب المسلم، على الشعب العربي، على الشعوب الحرة التي لديها رأي في الوقوف أمام هؤلاء السلاطين كما وقف الشعب الإيراني أمام الشاه. لذلك الفيصل الأول في هذه القضية هي الوقوف خلف المرجعيات الدينية الكبيرة التي لديها خبرة كبيرة كما خبرناها وعلمناها، كل خطواتها مدروسة ومعروفة ومؤيدة من قبل الله جل جلاله. فلذلك إذا أردنا الوقوف خلف هذه خلف المرجعيات الدينية، يعلم الجميع أننا سوف نصلي في بيت المقدس ونحن موعودون بذلك. أنا عندما قلتني سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الكبير السيد القائد الإمام الخامنئي في عام 2008، وكنا مجموعة من الشخصيات الكبيرة، كان برفقتنا الشهيد الكبير سليماني وهنية وشخصيات كبرى، قال أن فلسطين بذمتكم، إياكم وأن لا يكون هذا هو الدرب الأول للشهادة، يجب أن ننصر غزة، يجب أن نكون موحدين خلف غزة. كان كل همه في خلال هذا المؤتمر لعلماء العالم الإسلامي والمجاهدين حول العالم بأن يجب أن تحرر فلسطين. وقال في تلك الأيام وأنا أذكرها: سوف يشهد هذا الجيل صلاة مجتهد كبير في بيت المقدس، سوف نصلي إن شاء الله قريبا في بيت المقدس إذا توحدنا خلف المرجعية الكبيرة المقاومة وخلف السيدين الكبيرين العليين العلويين. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا هذه الإثراءات الشيخ حيدر اللامي، وأتمنى منك البقاء معنا في الملف الآخر. وفي هذه الأثناء أتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ منير الطريحي أحد العلماء المبلغين في أوروبا، ونتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع.
حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وأجدد ترحابي بسماحة الشيخ حيدر اللامي عضو ائتلاف دولة القانون، وكذلك أجدد ترحابي بسماحة الشيخ منير الطريحي أحد العلماء المبلغين في أوروبا مرتبطا معنا من النجف الأشرف. سماحة الشيخ منير الطريحي، يعني نبدأ هنا من النجف الأشرف حيث جنابك وبيان السيد السيستاني الذي ربط الأمن والسلام في المنطقة بإزالة الاحتلال، هل يعني بأن هذا الموضوع نقرأه بمثابة الفتوى شرعية هذا الجهاد ودعم استمراريته نأخذه من هذه الفتوى؟ جديداً هذا من أول الأيام مرجعيتنا تنادي بقضية فلسطين، ولذلك يمكن أن يحمل على أنه عملية استمرار كطريق للجهاد وكفتوى بنفس الوقت، وبنفس الوقت أيضا قضية مناصرة، وهذه قضية إسلامية لا بد من الوقوف إلى جانبها، كما وقف في قضية تحرير العراق من الدواعش، فإن هؤلاء لا يقلون ضررا وألما للشعب الفلسطيني من الدواعش. وعليه فالسيد السيستاني حينما يلفظ هذا الكلام أو حينما يخرج بهذه القضية وحينما يخرج هذا البيان له دلالات كثيرة. الدلالة الأولى أننا أيها الشعب المظلوم، إن كان هنالك من يقف إلى جانب الاحتلال فإن لكم أخوانا ينصرونكم، وأن هنالك من يقف إلى جانبكم بكل ما يستطيعون، وأن النجف الأشرف ليس بعيدة عن هذه القضايا. ولذلك فهي حينما تصدر هذا البيان فإنما هي عملية أولا تشجيع لهؤلاء، وعملية ثانية تشجيع للآخرين في مقابل الدول العربية المتخاذلة التي وقفت بالعكس ضد الأخوة الفلسطينيين. حتى أننا سمعت بعض هؤلاء يقول أن هذا ليس هذا طوفان القدس، وإنما هذا طوفان ما يسمونه الشيعة، لأن الشيعة هم الذين الآن يناصرون هذه القضية، ونحن لنا فخر بهذا أن علماءنا وأن نصرتنا لهذا الشعب بكل إمكانياتنا وبكل ما نستطيع. والله لو كان الشعب العراقي محادا لهذه الدولة لكان هنالك موقف آخر. ولذلك التلاحظ في قضايا تحرير فلسطين على طول لمدة 3 حروب كان الشعب العراقي أو العراق هو الأساس في عملية الوقوف ضد هذه الدولة المحتلة اللقيطة الغدة التي زرعها الاستعمار في وسط الجسد، في وسط الجسد العربي وفي وسط الجسد العالم الإسلامي. ولذلك فنحن يجب أن نقف بكل إمكانياتنا مع هذا الكتاب الذي صدر من الإمام الخميني. يجب علينا أن نكون إن لم نستطع نصرة هؤلاء بأيدينا فبالدعاء وفي اللسان وفي الإعلام وفي كل وسائل التي نستطيع بها نصرة هؤلاء المظلومين. طيب في هذه الأثناء أرحب بضيفي الكريم عبر سكايب الأستاذ أسعد أبو شرخ، وسينضم معنا ونحاوره. ولكن سماحة الشيخ حيدر اللامي، نتحدث هنا من فلسطين صاحبة الشأن، أو هذا التجاهل، العالم يتجاهل معاناة ملايين الناس في قطاع غزة المحاصرة، وذات هذا المجتمع الدولي يبكي على بعض القضايا الأخرى التي تكاد الإنسان الجانب الإنساني يكون فيها بسيط جدا. هل أن المفهوم الإنساني قابل للتجزئة بهذه الكيفية؟ نعم، إذا كان الذي يقود هذه المنظمات الدولية هو صانع عند اللوبي اليهودي، لذلك لا نرجو منهم خيرا. تعرضت مراجعنا الكبار ومراجعنا هم أئمة المسلمين سواء كانوا سنة أو شيعة، نحن نذهب إلى كل مكان يهم أن يكون فيه القضية، قضية المسلمين المركزية اللي هي قضية فلسطين. نحن لا نرجو من هذه المنظمات ولا من هذه المؤسسات الدولية التي هي
لا زالت إلى الآن تجد المبررات للكيان الإسرائيلي الغاصب، ومنذ أكثر من 70 عام على جميع ما موجود على أرض فلسطين من انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك تجهيل الشعب الفلسطيني، كذلك قتل لجميع أنواع القتل العلمي والفكري، وكذلك عدم إمكانية التحرر من هذا الكيان الغاصب. كان هذا كله مبرمج من قبل هذه المؤسسات، فمرجعيتنا الدينية العليا والمقاومين يعلمون ذلك ولا يعول عليهم، كما أكرر لا نعول، وكذلك الشعب الفلسطيني لا يعول على هؤلاء القادة الذي تغيرهم الكيانات الأمريكية والإسرائيلية وغيرها، كما كان القذافي وزيد العابدين بن علي وحسني مبارك وغيره، إلى أن أتوهم وكنسوهم مثل النفايات، لكنهم لم يكونوا إلا عبيد لأمريكا وإسرائيل. اليوم الشعب العربي والشعب المسلم ناضج فكريا ويعلم ما موجود حوله. أنا أعلم أن الشعب الإسلامي سوف يقف كله مع غزة المحاصرة، مع غزة طيب. الأبية، مع غزة الشجاعة. هذا الوقوف. لكي نشترك بالحديث سماحة الشيخ حيدر، اسمح لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ منير الطروحي، أحد العلماء المبلغين في أوروبا، تحدث معنا عبر سكايب من النجف الأشرف وأثراء الحوار بشكل وافي. جزيل الشكر لكم سماحة الشيخ. وفي هذه الأثناء أرحب بالسيد هادي محمدي عبر الأقمار الاصطناعية، الخبير الاستراتيجي، انضم معنا من طهران. أهلا بك سيد هادي. لماذا هذا من فلسطين صاحبة الشأن؟ شلون نقرأ هذه الرسائل، رسائل الدعم والإسناد الصادرة من المرجعيات الدينية طيلة هذه المدد المختلفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدين الأعزاء في إراغنا الحبيب. طبعا أنا أتصور يعني حسب مكانة المرجعيات الدينية وتأثيرهم على المجتمعات الإسلامية والدينية وحتى العشائرية، هذا نفوذ الكلام ويعني اعتقاد هذه المجتمعات بمرجعيات الدينية حصل وصنع المعجزات حسب ما كان عندنا تجربة يعني في العراق في موضوع داعش الإرهابي. عندما يعني نتذكر يعني فتوى آية الله العظمى السيستاني حفظه الله بإصدار فتوى ضد داعش الإرهابي، وطلب من المجتمعات الإسلامية داخل العراق بأن يتصدي هذا الظاهرة الإرهابية الخطرة. تجربنا وهذا ما شفناه خلال سنوات بأنه كيف يعني انتهوا بهذا الظاهرة الخطيرة. وأنا أتصور بأنه مرجعيات الدينية عندما يصدرون فتوى هذا يعني يكون دعم الإيماني من قبل المجتمعات الإسلامية، ويستطيعون أن يعني يحصدون ويصنعون المعجزات قوية على صعيد يعني على صعيد الإقليمي وعلى حتى صعيد الوطني. بهذا السبب يعني هذا تفرق يعني بموضوع الشخصيات السياسية، شخصيات سياسية وحزبية عندهم يعني نفوذ وتأثير الكلام على مخاطبين، لكن المرجعيات الدينية يعني هناك مؤشر ديني واعتقادي في مجتمعات بهذا المرجعيات، وبهذا السبب يستطيعون أن يعني يعملون إمكانية قوية للوصول إلى نتيجة وتحقيق الحقوق، خاصة في موضوع فلسطين المظلوم الذي يحتاج إلى دعم حقيقي وقوي بمجتمعات إسلامية، وخاصة الحكومات التي يمنع هذا الإمكانيات الشعبية والقوية والإيمانية هذا الفتاوى من قبل المرجعيات الدينية والمؤسسات الدينية، يعني يؤثر على سياسات الحكومات المتبعة، يعني غير
غير مهتمة في موضوع القبلة الأولى للمسلمين في مسجد الأقصى في موضوع فلسطين عرض الأنبياء. هذا يعني إمكانية قوية لإيجاد يعني حركة وسيئة على صعيد الدول الإسلامية ودول العربية، وهذا ما ننتظره من هذا الفتاوى. طيب سمحت الشيخ حيدر، يعني هذه الحرب الدائرة حاليا يمكن اعتبارها نتاج مواقف مؤازرة مختلفة، تحدثنا عن مرجعيات دينية، كذلك نتحدث عن حكومات تؤمن بالقضية فعلا لا قولا، أكو عندنا شعوب حية. واقعا هي هذه المعارك الدائرة الآن، فليعلم الجميع أنه خطط لها من ما يقارب سنتين، كما عبر عنها الناطق الرسمي باسم القسام، انه هذه معارك خطط لها، لم تكن عبثية ولم تكن صدفة، هذا عمل دؤوب وطويل وشاق حتى وصلوا الى هذه النقطة. اليوم هذه الملحمة التي يجسدها اخواننا في فلسطين، هؤلاء الابطال الذين واقعا رفعوا رؤوسنا واعطوا درسا للعالم بالانضباط والقوة والعمل واحترام الناس واحترام النساء، كيف رأى الجميع العالم كيف أنه تعاملوا مع هذه الأم في التعامل مع أبنائها التي هي من المستوطنين. لذلك اليوم هذه المعارك تدار بشكل علمي واحترافي نتيجة عمل كبير. المرجعيات الدينية فخورة بهذا العمل، فخورة بهذا الفعل الذي يقدمه هؤلاء الأبطال. هذه سوف تستمر، هذا العمل سوف يستمر من خلال الشعوب المسلمة، الشعوب العربية، الشعوب التي لديها ضمير، يجب أن تقف مع الشعب الفلسطيني. نجد هناك حكومات وقفت، وبالخصوص الحكومة العراقية اليوم موقف إيجابي وكبير أمام هذه التحديات، وجميع القوى السياسية الفاعلة القوية في العراق وتحشد إلى تظاهرات مليونية. وجدنا كيف أن السيد المالكي أول من قدم الدعم وقال يجب أن نقف مع الشعب الفلسطيني الكبير الذي وقف وقفة مشرفة، وكذلك جميع القيادات الشيعية أو الإسلامية أو الموجودة على أرض العراق، وكذلك رئيس مجلس الوزراء كيف عبر عن الكيان الإسرائيلي بأنه لقيط على هذه. طيب سمحت الشيخ، في هالأثناء اسمح لي أن أرحب بضيفي الكريم السيد أسعد أبو شرخ، أحد مؤسسي حركة المقاطعة والمؤتمر الدولي لحق العودة في أوروبا. حياك الله سيد أبو شرخ. نتحدث عن دعوات المرجعية الدينية بإيقاف الحصار على غزة، المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف ويتعاطى مع هذه الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أحييك وأحيي المرجعات الدينية وأترحم على الإمام الخميني وأحيي الإمام الخامئني وأحيي المرجعيات الدينية في العراق العظيم الذي وقف دوما مع الشعب الفلسطيني وقاتل عن فلسطين وتحرير فلسطين منذ عام 1948، وما زالت مقابر شهداء العراق موجودة في جنين هذه المدينة المناضلة، والجيش العراقي في كل مكان حارب في كل الحروب دفاعا عن الأمة العربية والإسلامية. لذلك نحيي الشعب العراقي بجميع أفراد الشعب العراقي والمرجعيات الدينية، ونقول لكم الآن المعركة كما نحن نفهمها، الآن بدأت هذه المعركة من أجل تحرير على الأقل نقطة الانطلاق لتحرير فلسطين من هذا الاستعمار الصهيوني الأمريكي الغربي. هذا الاستعمار الآن جن جنونه. لماذا جن جنونه؟ لأنه في هذه المعركة الحضارية بين حضارتنا العربية الإسلامية والحضارة الغربية المتهاوية، صورة هذا الإنسان الصهيوني الجندي الصهيوني الأبيض الذي ينتمي إلى الحضارة الغربية قد تهاوت تحت أقدام المناضلين الفلسطينيين، وبد حتى نظرية الأمن بددت، حيث انتقلت المعركة من حفنة من المؤمنين إلى أرضنا في فلسطين التاريخية. ولذلك أصبح الجندي الصهيوني
قتيلا وأسيرا ومدحورا ومداسا ومستسلما وذليلا وطريدا ومهانا. هذا أفزع الأوروبيين، أفزع الاتحاد الأوروبي، أفزع أمريكا. لذلك أمريكا تريد أن ترسل الأساطير والأسلحة والمتطوعين، فعلت ذلك فرنسا، فعلت ذلك بريطانيا، فعل الاتحاد الأوروبي. لذلك هذه المعركة ليست معركة الشعب الفلسطيني لوحده، من المفروض الشعوب العربية والإسلامية كل بمقدراته أن يهب، ليس فقط بالمظاهرات والدعاء. المظاهرات والدعاء وهذا جيد، ولكن نريدهم أن يفتحوا الحدود وأن يزحفوا للقتال مع أهلهم. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بارك هذه الأرض وقال سبحان نعم. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام طيب. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. اسمح لي سيد أبو شرخ أن أعود إلى ضيفي الكريم، وأيضا اسمح لي شيخ حيدر أن أذهب وأعطي الحصة الأوفر للسيد هادي محمدي، انضم معنا متأخرا. بمجرد انتصار الثورة الإسلامية كان هنالك وضع النقاط على الحروف سيد هادي محمدي من قبل قائد الثورة الإسلامية، ومن إفاضات هذه الخطوة أنها بقيت حاضرة لحد هذا اليوم، بمعنى أن ما عندما نقول كل ما لدينا من عاشوراء، هل أن كل ما في فلسطين هو من الدعوة إلى يوم القدس؟ نعم، الإمام خميني رحمة الله عليه بأول خطواته السياسية هدد موضوع فلسطين في أولويات السياسة الخارجية، وهدد يوم القدس، وغيرت السفارة الإسرائيلية إلى فلسطين، ورفعت علم الفلسطيني بالطهران على سفارة الكيان الصهيوني. هذا أثرت على رأي العام الإسلامي والعربي في ذاك الوقت، واستمرت هذا السياسة، واليوم يتابع هذا السياسة بشكل قوي من قبل سيد القائد حفظه الله سيد إمام الخامنئي. وهذا ما يحتاجه الشعب المظلوم في فلسطين الذي يعيش في مرحلة حساسة بعد ما هزمت جيش الكيان الصهيوني الخبيث والشيطاني، ودخلوا على الخط الأمريكيين والبريطانيين والدول الغربية لنجاة الحكومة نتنياهو المتطرف بسياساتها بتدمير بيوت وقتل الناس بشكل وحشي، بشكل يعني هناك سياسات يعني لجوء الشعب الفلسطيني في غزة، ومحرومية من القضاء والأدوية وكل ملتزمات الحياة. وهذا يعني مرحلة حساسة، ويجب أن يدخل الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية، وخاصة في قيادة المرجعيات الدينية ومن ثم من الشخصيات السياسية، حتى يساعدون ليس بس بشعارات وليس بالتظاهرات بس، بل بخطوات عملية، حتى يشعرون الكيان الصهيوني والدائمين يعني على صعيد الدول الاستعمارية والاستكبارية بأن هناك دعم واقعي وشعبي ومن قبل المرجعيات، وحتى ممكن يصدر فتاوى الجهاد ضد هذا الكيانات الظالمة الشيطانية، حتى يخرجون من منطقتنا ويعني ينجو هذا الشعب المظلوم خلال 100 سنة الماضية من ظلم الكيان الصهيوني والأبيات الصهيونية في الدول الغربية. وهذا ما ننتظره من حضور الشعوب العالم، وخاصة الشعب العظيم في العراق بفتاوى سيد آية الله السيستاني ومرجعيات أخرى سياسيا ودينيا. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا السيد هادي محمدي الخبير الاستراتيجي، حدثتنا عبر الأقمار الصناعية من طهران، والشيخ الشيخ حيدر اللامي. عبرنا الوقت الشيخ حيدر، يعني احنا ضيوفنا أكرمناهم بالوقت لأنه انضموا معنا متأخرين.
الشيخ حيدر اللامي عضو ائتلاف دولة القانون ضيفا كريما في الاستوديو، شكرا جزيلا لسماحتك وحضورك معنا في الملفين. وكذلك اتقدم بالشكر الجزيل للسيد اسعد ابو شرخ احد مؤسسي حركه المقاطعه والمؤتمر الدولي لحق العوده في اوروبا. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.